احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى البحرين بالعيد الوطني 88 للمملكة الشقيقة بمشاركة واسعة من قبل السلك الدبلوماسي، والذين أكدوا على الحظوة والمكانة السياسية والدبلوماسية الرفيعة التي تتميز بها السعودية بين دول المنطقة. هذا وتتميز العلاقات بين المملكتين بالعمق التاريخي العريق، وهو ما أكدت عليه المواقف السياسية الثابتة لكلا البلدين بمختلف المحافل الإقليمية والدولية. بحضور حاشد احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في المنامة بالعيد الوطني 88 بأجواء تغمرها الفرحة والسرور لما يكنه السلك الدبلوماسي العربي والدولي للمملكة العربية السعودية من حب واحترام وتقدير. احنا نشارك الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية أفراحها في هذا اليوم الوطني، وهو يوم لكل محب للسلام وللازدهار وللتنمية. نشعر بفخر كبير فيما تشهده المملكة العربية السعودية من قفزة نوعية في النهضة التنموية وفي الإنجازات الحضارية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والطموحة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. نتقدم بأحر التهاني لمملكة المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، متمنين لها مزيد من الرخاء والتقدم والأمان والاستقرار. ولست في حاجة للتأكيد على الخصوصية التي تطبع العلاقات الأخوية بين المغرب والسعودية، فهذه العلاقات ضاربة في القدم، علاقات جد مميزة على مختلف مستويات والأبعاد. فالمكانة الروحية للمملكة العربية السعودية مكانة نعتز بها جميعا، وعلاقتنا بالذات في المملكة المغربية علاقات قوية ومتينة ومتسمة دائما بالحيوية والتطور. أجواء الحفاوة والترحاب الكبير بالمهنئين أكدت على مكانة المملكة العربية السعودية وما يحمله الحضور من مشاعر حب واحترام كبيرين، تقديرا للدور الاستراتيجي للمملكة في دعم القضايا العربية ومكانتها الكبيرة دبلوماسيا وسياسيا في المنطقة والعالم. سيدي العزيز، نبارك للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي. ولطالما كانت الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية داعمة للمواقف العربية على مر هذه الأوقات، ودائما كانت مواقفها داعمة للأمة العربية والأشقاء العرب، وها نحن نحتفل بهذا الاحتفال الذي نعتز ونفتخر فيه في مملكة المحبة مملكة البحرين. مشاعر الأخوة الوثيقة والتاريخ العريق للعلاقات البحرينية السعودية ارتسمت على وجوه الحضور لتؤكد دائما على دلالات التوافق والتفاهم والتآزر الذي بات يعيشه البلدان والشعبان الشقيقان واقعا يزهو بالنماء والازدهار. نحن في البحرين نحتفل مع الإخوان في السعودية بهذه المناسبة السعيدة، لما للسعودية من مكانة كبيرة في أنفسنا وفي المحيط الذي نعيشه. المواقف العربية السعودية كانت مواقف فعلا كبيرة مساندة لكثير من الدول العربية والخليجية، لذلك احتفالنا احنا يجب ان لا يقل عن احتفال السعوديين انفسهم في هذه المناسبة. هني الشعب السعودي قيادة الملك الله يحفظه الملك سلمان، ونهني حبيبنا ولي عهده الامير محمد بن سلمان على هالشعور وعلى هالتبادل في الإحساس الوطني العميق اللي جسده حقيقة جسر الملك فهد.
من قلب الخليج النابض مملكة البحرين. نبارك الجميع، نبارك للشعب البحريني والشعب السعودي اليوم الوطني، وربي يحفظ البلد هذه. وما في شك البحرين جزء مهم جدا في الخليج، والعلاقات التي تربط بين الشعبين علاقات قوية ومتينة لها تاريخ طويل. والبحرين أهل للسعودية، والمملكة العربية السعودية أهل للبحرين. الرحمن الرحيم، كل عام ومملكتنا الحبيبة بخير وصحة، وإن شاء الله دائما في دوام ازدهار ونماء في ظل ملكنا سلمان. احنا اليوم نحتفل العيد 88 لمملكة العربية السعودية، مش بس 88 سنة من الأخوة مع مملكة البحرين في ظل الملك حمد إن شاء الله، وتستمر التآخي والعز إن شاء الله مع بعض. شكرا لك. فرحة واحدة غمرت قلوب شعبين ببهجة كبيرة أضاءت تاريخ علاقات وطيدة من الرياض إلى المنامة، ازدهرت وتربت في كنف قادة كلا البلدين وحكمتهم، حتى باتت عنوانا للتآخي والتآزر بين البلدين في كافة المجالات. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.